قال سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية أنه أبلغ وزارة الخارجية في سول بأن تهديد موسكو وابتزازها بسبب تقارب العلاقات المتزايد مع كوريا الشمالية هو أمر غير مقبول. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها استدعت السفير الروسي للاحتجاج على اتفاقية دفاع مشترك وقعت بين روسيا وكوريا الشمالية هذا الأسبوع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ.